اقول يا صويلح عمر، ما تخبر لي حلاق كذا كويس اقدر اضبطه كذا يجيني البيت؟ لا والله، واصلا ممنوع الموضوع ذا، عليه غرامات وعليه عقوبات. وش تبيبه انت؟ مو هو بشغلك يا اخوي، ابي حلاق بحلق دقني، بحلق وجهي، بحلق شعري. شف ها ناظر، ترى عارف احلق انا، بس ها ب50 انقد. والله يا اخوي خذ 100، خلصني فكني. نعيم التركي، تبي شيء ثاني؟ الله يرحم والديك، انا ما راح انسى لك الوقفه ذي والفزعه طول عمري. سويلح عمر، هات المرايه، هات المرايه، خلينا نشوف ابداعك. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، وش ذا الوجه ذا؟ وجهي ولا مقفز بيريه؟ هذه الموضه، وش اللي سويته؟ تقول لي موضه بموضه؟ شل شل الشرب، فكني بسرعه. متأكد؟ ايه متأكد بسرعة، لا يجي احد. شيل الشنب، شيل الشنب. عاد خشك. الله يوفقك، الله يوفقك. شيل زين وقتي. ايه بعد من يمين يمين يمين. ايوه ايوه خش 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 خش. مونتاج. الحقيقة يا عمي أنا جايك وبدخل في الموضوع يعني على طول، أنا طالب القرب منك وكل فخر أطلب يد بنتك. يا هلا والله ومرحبا، حي الله ولادك، خي الله يغفر له. بس تبي صدق عاد، من شاف حلاقك عز الله حتى الشغالة ما تبي تتزوجك ولا تبي تشوفك بعد، ولكن تدري حياك الله. أجل الحمد لله، مدامك موافق أنا عجل ويا ليت لو نخلص. صدقت يا ولاد أخيي، خير البري عاجله. بس وشلون نرتب الموضوع الزواج؟ أنا لو علي أسوي لها عرس وزواج يسمع عنه الشرق والغرب، وأجيب لها ماجد المهندس وبلقيس وأحلام ومحمد عبده، كل شيء أجيبه، وأسوي لها شهر عسل في كل مكان. بس كورونا 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 يا عمي، يا ليت لو نكتفي بالمهر وناخذ البنت ونخلص. إيش رأيك؟ أثريك مخطط وتبيها سهلات على ما قالوا. دقيقة واحدة. أقرب يا ولد خي. شف، بما أن الموضوع كورونا وما كورونا ولقيت عذر عليك التالي. هنا تحط المهر، وهنا طول عمرك تحط مصاريف الزواج، وهنا تحط مصاريف السفر. وبما أنك لا تستطيع السفر ولا تستطيع حفل الزواج، عليك بدفع المبلغ كامل وكاش 250,000 ريال. وش رأيك؟ طلعتها مني يا حسافة الحلاقة. بس شوف الباب بطلع. الله يحفظك، واخر يا ولد على الباب، ولد خيب يطلع. تفضل.